القدس الإله الواحد أمين. في خلال قرايات الأحد بتاعة شهر أمشير بنلاقي الترتيب بتاع القرايات يعني مش متلخبط شوية. يبتدي كده الأحد الأول يقول أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. وبعدين الحد التاني تلاقوا معجزة إشباع الجموع. وبعدين الحد التالت تلاقوه بيكمل في نفس الكلام بتاع أعماله لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. فكنيسة أخذت الحادثة بتاعت إشباع الجموع حطتها في الحد التاني وخدت الكلام اللي بعد الحادثة دي أو بعد المعجزة ديت وقسمته، خدت جزء حطته قبل المعجزة وجزء التاني بعد المعجزة على أساس بتهيئ دماغنا للمعجزات اللي بيعملها السيد المسيح، وازاي احيانا احنا بنستقبل العطية السماوية بقلب شوية مش فاهم معنى العطية. كنا اتكلمنا او يعني ترتيب الاحداث في القرايات بتاعت الاحد مختلف شوية عن الترتيب الزمني اللي هي حصلت به ده في شهر امشير. كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن ازاي ان هم كانوا بيدوروا عليه عشان يملوا بطنهم مش عشان شافوا الآية، وازاي ان هي دي دايما مشكلة آدم من ساعة ما انطرد من الفردوس. ربنا قال له ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك وبعرق وجهك تأكل خبزك. فآدم من ساعتها بيدور على طريقة سهلة يأكل بيها الخبز بتاعه، وآدم مش لاقي. فلما السيد المسيح ادالهم الخبز شاوروا قالوا اهي طريقة سهلة ناكل بيها خبز من غير من غير عرق. فجم عشان هم عايزين يشيلوا يعني عايزين يشيلوا اثار اللعنة، بس مش في دماغهم اللعنة. انتوا واخدين بالكم المشكلة فين؟ ادم بيدور يشيل اثار اللعنة بس مش في دماغه اللعنة. طب ما تخلص منها الاول، ما تخلص من الخطية اللي جابت كل المشاكل دي وبالتالي اثارها هتخف، مش كده؟ دكاترة اللي بيروح لهم العيان، دكتور انا عندي وجع في ظهري كذا كذا كذا، دكتور يقول له طيب هديك حاجة تبسط العضلات شوية تبسطها بس لازم تعمل تمارين. العيان ياخد الدواء ويمشي عليه، الدواء يعجبه يعمل التمارين، لا ما يعملش. اول ما يبطل الدواء الدواء يخلص لو ظهره ايه يوجعه تاني. طب روح للدكتور اللي عملت التمارين ما عملتش. حبيبي اعمل التمارين، المشكلة في العضلة، الدواء ده مجرد بس حاجة مؤقتة تخليك تقدر تمشي حالك. لا احنا محتاج دايما، او ادم في كل واحد فينا دايما بيدور على الحل السهل. انا عايز الحل السهل، انا عايز الطريقة السهلة اللي اوصل بيها للراحة. السيد المسيح مع كل آية كان بيعملها قدام الجماعة اليهود، كل معجزة كانت دايما بتتحول لمشكلة، دايما كانت تتحول لمشكلة والديبيت ويتخانقوا معاه ازاي ده هو عمل لهم معروف. او يعني نشوف مع بعض، عمل لهم معجزة اشباع الجموع، اكل 5000 راجل غير الستات والاطفال. بعد شوية جم يقولوا له ايه انت رحت فين احنا كنا بندور عليك. بعد شوية قال لهم لا انتوا مش بتدوروا علي عشان عايزين تسمعوا، انتوا بتدوروا عشان تاكلوا. فكسفهم او يعني طلع الأساس المشكلة حطها قدامهم لكن محدش انتبه، فابتدوا يتخصموا منه. يعني احنا انت بتتكلم كأنك مثلا حد، احنا عارفين انت مين ومين والدك ومين والدتك، ما احنا عارفين. قلبوا العطية السماوية لخناقة لمشكلة. عملوا كده برضو لما كانوا مع موسى في البرية، 40 سنة بينزلهم المن من السماء وبيأكلهم، وبعد شوية ابتدوا يقولوا ايه كرهت أنفسنا. ها حد فاكر كمالة الآية؟ كرهت أنفسنا هذا المن، هذا الطعام السخيف. مش عاجبهم هذا المن السخيف أو هذا الطعام السخيف، احنا كرهناه عايزين حاجة تانية. عايزين ايه؟ عارفين قالوا عايزين ايه؟ ايوة عايزين بصل وكرات وتوم وهكذا. طيب هذه معجزة تانية بتتقلب لمشكلة. دبيكم الكلام ده مش بعيد قوي عننا، احنا ربنا يبارك لنا ويدينا، وبسبب اللي ربنا مبارك لنا فيه ومدينا يتقلب ده
يعني حجر عثرة لينا في علاقتنا مع ربنا. لو ادانا الفلوس الواحد يقعد قلقان ومهموم على الفلوس، خايف لا تخسر، خايف لا تضيع، خايف للبزنس اللي جابه الورق بتاعه ما بقاش مزبط فيخسر فيه، وهكذا وهكذا وهكذا. العطية مش غرضها انها تشيلك الهم. العطية او المعجزة او الحياة اللي ربنا بيسهلها لك غرضها انك تبص على العاطي وتؤمن بيه، مش تهتم بالعطية هتفضل موجودة ولا هتهرب من ايدك. دول اليهود هم عملوا كده. اللي منكم خد باله النهاردة في البولس في رسالة العبرانيين لما دكتور لويز قرأها لنا، كلام كان واضح جدا، كان بيقول كده، ومين اللي كانوا المن؟ ما هم اللي كانوا في البرية وحصل لهم ايه؟ كلهم. طب في حد منهم دخل أرض الموعد؟ لا، قال كده أقسمتوا إنهم لا يدخلون إلى موضع راحتي كلهم، وطرحت جثثهم في القفر حتى ما دفنوش، ترموا كده، كانوا بيموتوا. أدي مشكلة الناس اللي عندها قلب قاسي، ما بتقدرش إن العطية عشان تشكر العاطي، تمسك في العطية وتسيب اللي بيدي. لما سأل المسيح عمل معجزة شفاء المخلع ده وكان يوم سبت، وشفاء المولود أعمى وكان يوم سبت، ما هي معجزة وخير وبركة للناس. اليهود يؤمنوا؟ لا، تتحول للمعجزة ها لمشكلة وخناقة، ولازم يقعدوا يشتكوا. ليه؟ لأن هم مش عايزين يأمنوا. عشان كده سأل المسيح صرخ فيهم مرة قال لهم الحكمة تبررت من بنيها، مش عارف أعمل إيه، يعني هنعمل إيه أكتر من كده؟ هم مش عايزين. فكل مرة كانوا بيطلبوا العطية أو الآية أو المعجزة ويتركون العاطي صاحب مصدر النعم السماوي. والنهاردة في جهل وتبجح بيسألوه أية آية تعطينا حتى نؤمن بك؟ تعمل لنا إيه؟ ورينا كده بقى، عمل لنا آية. طب ما هو عمل قبل كده كذا واحد، عمل في الأشياء بتاعت الإنجيل اللي منكم بينتبه وإحنا بنصلي أشياء الإنجيل قبل الإنجيل على طول. أبونا يقول الأشياء كده، يقول أيها السيد رب يسوع المسيح الذي خاطب تلاميذه القديسين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. الرؤية هنا لإيه؟ للمعجزات. والسمع لإيه؟ للتعليم. الناس دي كان نفسها تشوف الحاجات دي، كان نفسهم يشوف واحد مولود أعمى ما عندوش عينين يتفتح، يتخلق له عينين، عشان نفسهم يشوفوا الآية نفسها. بس مش بس الآية، يشوفوا وإيه ويسمعوا. هنا الخطورة، الناس عايزة تشوف بس مش عايزة تسمع، عايزين نشوف بس مش عايزين نسمع. أحيان سألوه سؤال في نفس الإنجيل النهاردة برضو، بيقولوا له نريد أن نعمل أعمال الله. يعني إيه اللي نعمله عشان نعمل أعمال الله؟ هو سؤال كويس، ولكنه من جواه مضمونه هما بيسعوا عشان يشبعوا الشهوة بتاعتهم. لسه آدم القديم جواهم عمال يدور على إيه؟ إزاي يملى بطنه. السيد المسيح ما كانش بيزعل منهم قوي، أو ما كانش بياخد على خاطره منهم، هو عارف إن هما ما يفهموش أحسن من كده، مش قادرين يفهموا أكتر من كده، فكان بيعلمهم بهدوء وبالراحة. مع الناس البسطة كان يعمل كده، مع الناس المتعلمين اللي هم الكاتب والفريسيين لا، ما كانش بيكلمهم بالراحة، كان نبرة الحوار كانت مختلفة تماما، كان لازم يكلمهم بنبرة فيها شدة وحزم، عشان دول المفروض عندهم مفاتيح المعرفة، عندهم موسى والناموس وعارفين. الناس البسطة دولت قالوا له موسى دان المن في البرية، انت تدينا ايه؟ هتعمل لنا ايه؟ عاملة ازاي؟ قال لهم مش موسى اللي اداكوا المن في البرية، ابويا اللي في السماء هو اللي اداكوا المن في البرية. وياريتكم سمعتم كلام موسى، لكنكم ايه؟ اتمردتوا عليه. ده موسى نفسه وقف قدام ربنا وصرخ وقال هو انا ايه غلطتي اللي عملتها يا رب عشان تبليني بالبلوة دي، ان انا ابقى مسؤول عن الشعب ده كله؟ خد روحي موتني، انا مش عايز ابقى مسؤول عنهم. ادي اليهود وادي اللي بيعملوه من ساعتها. لكن انا دايما اقول احنا بناخد الكلام ونقيسه علينا، على حياتنا، على افعالنا، على تصرفاتنا.
في محبة صحح السيد المسيح أفكارهم. الخبز اللي أنا بديه مش عشان بطنك تشبع، لأن بطنك هتشبع دلوقتي وبعد شوية هتجوع. هعمل لك معجزة وهخفف المفلوج وهقوم الميت وهفتح عينين الأعمى وهشفي البرص وهشفي اللي عندهم نزيف، ولكن بعد شوية كل الناس دي هتموت، صح؟ لأن كل ديت حاجات مؤقتة. لكن أصل المشكلة في الطبيعة نفسها، فأنا جاي أدي لك حاجة ضد الموت اللي شغال فيك. ما هو اللعنة جابت موت، الخطيئة جابت موت، مش كده؟ فبيدينا جسد ودمه عشان يفضل شغال جوانا ضد الموت اللي شغال فينا. بنقدر نستلمه لما بنتعمد وبنرس الطبيعة الجديدة. هو بعد كده لو خدت بالكم آخر آية في الإنجيل النهاردة، بيقول أو عدد 44، لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إن لم يجذبه إلي الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يعني مش بس بيدي تعليم وبيعمل معجزات وبيسيب لنا جسد ودمه، لا، ده كمان في حياة أبدية أنا أقيمه في اليوم الأخير. مش ده الخبز اللي أنتوا بتدوروا عليه، لأن أبائكم أكلوا المن 40 سنة وفي الآخر ماتوا. يبقى مش هو ده اللي أنت عايزه لما تيجي تصلي. مش هو اللي انت عايزه ان حسابك في البنك يبقى كذا، ان الشغل يتصلح ويبقى كذا، ان العيال يدخلوا جامعة بالشكل الفلاني. لما دي حاجات بسيطة، سوري يعني، بعد شوية كله هيتساوى، مش كده؟ مش كله هيتساوى ولا انا غلطان؟ كله هيروح، لكن انا اصلي لاجل اللي قاعد بقى، الحاجات الباقية، الحاجات الابدية، لاجل الحياة الابدية. الخبز السماوي الله قد ختمه. ختمه هنا لما تبصوا على ختمه بالانجلش هتلاقوها sealed him مش sealed it، يعني ده حد حي اللي هو السيد المسيح نفسه وجسده المحي. ختم الملك لما يبقى محطوط على اي حاجة، على اي جواب او على اي وثيقة، بيبقى معروف ان ده طالع من عند الملك. ده معنى الكلام، ان الله نفسه، ان الله الاب هو بيصرف لنا الخبز ده او بيدهولنا عشان نرس الحياة الابدية. بتديهم يا رب فرصة للحياة الابدية وخبز الحياة بعد كل الاسوأ والتجبر ده. ايوه، لان اصل هتعالج الاسوأ ازاي؟ هتعالج الاسوأ بالزعيق وبالشخط؟ هتعالج الاسوأ بالاسوأ؟ هتعالج الاسوأ ازاي؟ حد يعرف يقولي؟ ايوه، بالرحمة، باللين، بالمحبة، مش كده؟ وبعد شوية انت بيبقى جواك امل ورجاء ان الانسان اللي قلبه قاسي يفهم الحب ويفهم الرحمة اللي انت بتقدمها ويرجع عن الاسوأ اللي هو فيه. هي دي المحبة الابدية اللي ربنا بيقدمها لنا على طول كل يوم. في مراثي ارمية اللي منكم بيبقى منتبه وقت الجمعة العظيمة، كلنا بنبقى تعبانين، لكن لما بنقراها كده وبتتسلب بتتلحن، بيقول كده: من مراحم الرب اننا لم نفنى. من مراحم الرب اننا لم نفنى، ان لو بالعدل لا احنا ما نستاهلش نكون موجودين خالص ولا واحد، لكن من مراحمه علينا ان هو ادانا نفضل عايشين وادانا جسد ودم. مش خبز ارضي ناكله في اساوة ونتسائل ليه ما تغيرناش، لا، الخبز ده خبز سماوي يتطلب إيمان حي فعال. الإيمان، بس عايز أقول لكم حاجة في النقطة دي بسرعة ونختم بيها. الإيمان مش هو أنك تقرر أن الله يستطيع أن يفعل أي شيء، لا، مش ده الإيمان. الإيمان هو أنك أنت تقرر أنك تقبل من يد الله كل اللي بعته، ده الإيمان. عشان كده لما قال لهم جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، ما قدروش يحتملوا الكلام، مشوا، ما احتملوش، ده كلام صعب، مين يقدر يسمع الكلام ده؟ الإيمان هو مش إنك تقرر إن ربنا يقدر يعمل كل حاجة، الإيمان هو إنك أنت تقرر إنك تقبل من إيد ربنا كل حاجة. نطلب إن هو يملأنا بروحه عشان تهرب الأساوة ويحل محلها اللطف والرحمة لإلهنا كل المجد والكرامة الأبدية.